أتساءلت لو كانت خياراتنا مختلفة ما كنا سنصل له؟ هيا. لا، أنا أحب قدري. هيا صعبي. أنا رجل محظوظ ويجب أن أعثر على ثروتي. نابو غانيش، اعتقد المؤرخون أنه رمز للقوة وللهيمنة، لكن ليبرتاليا الأرض الأسطورية المفقودة منذ وقت طويل، أكبر كنز قراصنة في التاريخ في متناول أيدينا. تولى القيادة. ماذا؟ هل أصبت بالجنون؟ بالغالب. تباً تباً تباً. تعرف يا نيت، خلف تبجحك الكبير هذا فأنت مجرد ولد حزين يملأه وهم العظمة. سوف تخاطران، ومن أجل ماذا؟ فلننهي هذا. منذ متى ونحن نبحث؟ ها؟ أنت وأنا.